حبيت أعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل اللي جاي جايب وجعه ياخد مكانه فرحها ويروح. ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح. حبيت ظروفك جمعت على شكل واحدة قلبها ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل جاي جايب وياخد مكانه فرحها ويروح. ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح. ويا عيني على لف السنين بتقدمين وتعلمين عداني شر الحليم مش من عايش لمين لو مش عايش علشاني. حباني من كل الحاجات والخوف في قلبي لما تدواني. كل شيء بأوانه والنهاردة واني. ويا عيني على لف السنين بتهدمين وتعلمين عداني شر الحليم مش من عايش لمين لو مش عايش علشاني. حباني من كل الحياة والخوف في قلبي لما تدواني. كل شيء بأوانه والنهاردة واني. أسرار في قلبي لا تتكتم ولا تتحكي ولا يفهموها الناس. بس اللي لازم يتعرف كتر الألم بيموت الإحساس. مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس. وكفاية المتعاش وقت ما نسبناش. أسرار في قلبي لا تتكتم ولا تتحكي ولا يفهموها الناس. بس اللي لازم يتعرف كتر الألم بيموت الإحساس. مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس. وكفاية إنه اتعاش وقت ما نسبناش. ويا عيني على لف السنين بتهدمين وتعلمين عداني شر الحليم وهعيش لمين لو مش عايش علشاني. حباني من كل الحاجات والخوف في قلبي لما تدواني. كل شيء بأوانه والنهاردة أواني. الصورة تقريبا يا هانم اختفت من على كل المواقع. وكمال عمل ايه؟ نزل تنويه في التلفزيون ان الصورة المتداولة دي غير معبرة اطلاقا عن حالة الرئيس الصحية دلوقتي. بس زي ما حضرتك عارفة. بس ايه يا بهت؟ الناس يعني الناس ما عندهاش اي ثقة في الاعلام الحكومي. يا مرحبا يا شريف باشا. يا مرحبا شرفتنا. بلغوني انك عاوز مني خدمة. حتى سنايبر زي دي. الباشا عارفني كويس وعارف كمان اني ما بشتغل في القطاعي. لا اللي اعرفه انك اكبر تاجر سلاح في المنطقة وانت اللي ماسك زخانقها ودهاليزها. يعني حتة زي دي مش هتعدي غير لما يكون لك يد في الموضوع. لا على فكرة الموضوع مش محتاج التفكير ده كله. شوف يا باشا أنا طلعت 3 حتات من العدة دي خلال 4 شهور اللي فاتت. في 2 بعرفهم ما يلزموكوا في شيء. التالت بقى بعتها له من شهر كان جاي لي من طرف واحد حبيبي بوصايا كبيرة. اسمه ايه؟ اعذرني يا باشا الشغل أسرار. أبو لبيب
أنا مش بدور على مجرم ولا جاسوس عادي، أنا بدور على واحد اتجرأ وحاول يختار رئيس الجمهورية. يعني هجيبه هجيبه، ومن مصلحتك إنك تساعدني لأنك عارف أنا ممكن أعمل إيه. مرعي. نعم يا شيخ العرب. هالولد اللي راح سلم للسنايبر، قول يا مرعي للباشا انت شفت ايه وانت رايح تسلم للسنايبر. والله يا باشا في واحد جه ياخد مني سلاح وحطه في عربيه محمله سيراميك، بس ما شفتش السواق، بس لقط نمره العربيه. تفتكر الناس هتصدق الصوره ولا التكذيب؟ الناس هتصدق اللي تحس انه الحقيقه. والله يا اخي البلد دي بقت تضحك. الواحد كان خلاص فاكر ان كل حاجه بقت تمام. مفيش حاجه بالسهل يا فؤاد. بس انا مستغربك يا كمال. ساعات بحس انك ضد هاشم، مع انك كنت من اشد المتحمسين ليه وهو من الحزب بتاعكم. طب ما انت كمان موقفك اتغير. اه؟ بص سيبك من ان كل اللي بيحكم تصرفاتك هو المصلحه. بس انت كمان حماسك لهاشم قل. شوف حماس الهاشم زي حماس كل مؤسسات الدولة. هو الوحيد اللي ليه أرضية في الشارع، وده بيعمل استقرار. أنا بقى لما ألاقي حد غيره هو اللي عايز يسيطر ويهيمن لازم أقف وأغير موقفي. ما انكرش إن السنة دي كانت سنة كبيسة، خصوصا لما لقيت الهانم هي اللي عايزه تسيطر بشكل مدهش وغريب. ده غير القرارات الاخيره اللي خدها هاشم من غير ما يرجع لنا ولا ياخد راينا رغم اعتراضنا عليها، وانا واثق ومتاكد ان هي كان لها يد فيها. بس برضه لسه مستغربك يا ابو كمال. احيانا بحس انك طمعان تاخد مكاني. طموح مش عيب ومش حرام. أنا جزء من الحزب اللي هاشم دخل الانتخابات عن طريقه. أيوة. الحزب ده المفروض هو اللي بيحكم البلد دلوقتي. وإحنا لو ما فكرناش لبديل لهاشم من دلوقتي يبقى نروح نقعد بقى في بيوتنا أحسن. خلاص يا فؤاد، خلاص. ما بقاش في حد هيقعد في منصبه في البلد دي لحد ما يموت. خلاص بقى يا بارد، البكا بيتعب الميت. ساعات بقى احنا عايشين عمر انا ما عرفتش اودعها جاي، ما عرفتش اودعها عمر. عارف لما يبقى عندك اخت صغيره وتموت ما تقدرش تودعها الوداع اللي يرضي. ده اللي حصل. عمر وانت رجعت برضه عشان تودع جان؟ بقول لك ايه يا باكت، انت عارف كويس ان جيهان عمرها ما كانت بتجري بالعربيه عشان تعمل حادثه زي دي. ايه اللي حصل؟ انا شاكك في الحادثه دي اصلا. حاسس عمر ان الحادثه دي كلها مكافاه. تقصد انها اتقتلت؟ بس مش عارف مين اللي قتلها. حتى وانت جوه المطبخ عارف؟ عشان انا جوه المطبخ عارف متأكد. جهان ورطت نفسها في لعبة كبيرة.
دول؟ ورطت نفسها بيه بالظبط. شاهين وقفت قدام مريم، قدام مريم نفسها عمر. سيادة اللي هو طلعت وصل يا فندم. خليه يتفضل. طقم الحراسة والرعاية الطبية اتغير، في ممرضة اختفت، أكيد هي اللي عملت الموضوع ده. يا ترى بقى فكرت في رد على الصورة اللي نزلت ديت؟ أنا مش قلقان من الحكاية دي ومش عايز أديها أكبر من حجمها. مشكلة الأكبر الاختراق اللي حصل. الصورة دي قبل ما تتسرب ب 24 ساعة الشعب كله شافني وأنا بطمنه على صحة الرئيس، وطلبت منهم إن هم يثقوا فيا. انت متخيل شكلي عامل ايه دلوقتي؟ للاسف اختار الوقت الصح. عشان كده لازم نرد عليه، حتى لو انت شايف ان الموضوع مش مهم. المساله دي تتعلق بي انا شخصيا وبشكل قدام الناس. بتفكري في حاجه معينه؟ لسه ما رتبتش افكاري. طيب على العموم اول ما ترتبي افكارك وتستقري بلغي. اكيد. هستأذن. طمن على الرئيس. صباح الخير يا ريس. صباح الخير. انت هنا من بدري؟ انا بقالي ساعتين هنا. هو انت رايح نادي؟ لا لا متعود اجري هنا شويه في الجنينه اللي ورا دي. الله يا بختك، انا بموت في الجري. تموت يلا. لا ما انا مش مستعده دلوقتي، بس اوعدك من هنا ورايح ان انا هبقى مستعده لكل حاجه. اوكي. صوره عمر ومنى تقريبا اتشالت من على معظم المواقع. الحمد لله. هو نص العمى ولا العمى كله؟ لا خلاص بقى، من هنا ورايح ان شاء الله ما فيش لا نص ولا ربع. نفسي اخلص من كل المشاكل اللي بتظهر لي دي، المشاكل الفرعيه، عشان استعد للمهم. عندي مؤتمر بعد بكره في اسكندريه ولازم استعد له. انت ارمي كل حمولك ومشاكلك عليا واطمن خالص، ما تقلقش. هو ما فيش حد في البيت؟ لا، رامي في اوضته، مدام سميه ومنى خرجوا من بدري. في ورق في اوضه النوم، معلش يا ريت ترتبه لي وتحطه لي على المكتب بعد اذنك. طبعا يا فندم اكيد. اوكي انا اذنك. Thank you.
رامي. هو رامي بيخض ولا ايه؟ غريبة يعني، مع ان معظم الستات لما بتشوفني بتفرح. ما هو انا من النوع اللي لما بفرح بتخض. تعجبيني؟ انما ايه مليون البرفيوم الحلو اللي انت حاطاه ده؟ عجبتك؟ شوفي انا بشمه كل يوم، بس النهارده حاجة تانية خالص. طبعا اذنك عشان الريس طلب مني حاجات كتير. طبعا. مريم، بصي يا مريم، خدي بالك من ابن الريس، اصل ابن الريس جزء لا يتجزأ من الريس، يعني احنا هنا في البيت كان واحد. ماشي؟ طبعا. على اذنك. ياوي جدولك نزل يا دكتورة، أول محاضرة بعد بكرة. بالسرعة دي؟ انتوا كنتوا مستنيين بقى ولا ايه؟ زي ما كان خروجي خسارة للكلية، فرجوعك مكسب كبير لينا. انت اخترت الوقت المناسب للرجوع. اشكرك، اشكرك جدا يا دكتور، واتمنى ان انا اكون عند حسن ظن سيادتك. دي حاجة انا متأكد منها. المهم تكوني مستعدة لتأثير القرار ده على حياتك. مستعدة يا دكتور، مستعدة. ميرسي يا حبيبي. انتي مش عارفة يا مريم احنا ورانا بيه قبل كده. لا احنا اتبهدلنا، مظاهرات واعتقالات، لا اكشن طول الوقت في البيت. بس هو كان بيبقى حاجة تانية. هو جوه البيت ابونا وصاحبنا، دلوقتي ما بقاش كده. انتي عارفة اقرب مثال؟ طبعا انتي عارفة موضوع الصورة بتاعتي. أنا عارفة إن هو حقه إنه يزعل ويتنرفز، في الآخر أبويا يعني لازم يخاف عليا. بس المرة دي الخوف كان مختلف. حسيت إن هو خايف على الحملة الانتخابية بتاعته، مش خايف عليا. يعني مثلا الموضوع ده لو كان حصل من سنتين برضه كان زعق وبهدلني وعمل كل حاجة، بس في الآخر كان هيجي يقعد يتكلم معايا زي ما إحنا متعودين. لكن هو ما عملش كده. معلش يا منى ما تزعيش، انتوا لازم تستحملوا، الوقت بيجري والانتخابات قربت، نفس قوية جدا، اكيد عليه ضغط نفسي صدقيني. انا عارفه، انا عارفه ومش معترضه، ورامي وماما كمان عارفين الموضوع ده، بس هو اللي لازم يفهم ان دي مراته وانا بنته ورامي ابنه، احنا عيلته، ما ينفعش يستخدمنا في الشغل. انا مش عايزه اكون قاسية عليه قوي، بس بجد المرة دي أنا اتضايقت قوي. احنا كنا بنضحك. كنا بنضحك ومبسوطين، وعايزة كمان أعترف لك اعتراف. أنا مبسوطة إن أنتي معانا، حاسة إن أنتي هتساعدي بابا وهتساعدينا احنا كمان في اللي جاي، يعني هتشيلي من علينا كتير. ما تخافيش، أنا هعمل كل اللي ربنا يقدرني عليه لحد ما أوصل للرئاسة، مش عشان كنتوا بس، عشان انا مقتنع ان هو انسب واحد يحكم البلد ديت. بصراحه يا هشام انا مش فاهمك، بقالي كام يوم. هو انت ازاي بقيت مأمن لمريم بالسرعه دي؟ يعني ايه مأمن لمريم بالسرعه دي؟ مريم دي مش بنت عمك ولا ايه؟ بنت عمي بس مش سهل. يعني هو انت اللي سهل يا سامع؟ مش موضوع سهل ولا مش سهل. بس انا بصراحه ما كنتش اعرف حكايتها، بس بعد ما عرفت واجب عليا احذرك. ليه احذرك واجب في ايه؟ ما تتكلم على طول. مريم هربانه من اهلها يا هشام، ومرمطه امها واختها وجدتها وراها في كل حته. ده غير وقت كده مش عارف كانت مصاحباها ولا مخطوبه ولا ايه، بيدور عليها زي المجنون. البنت دي شكلها حواراتها كتير يا هاشم. طب ما قلتليش الكلام ده من الاول ليه؟ انا والله ما كنت اعرف. انا عرفت لما الناس دول جم لحد عندي يدوروا عليها. عادي عادي يا مسلف. هي انا مش فاضي حوالية مريم دي، بعدين. تصدق انك اكتر واحده حيرتيني في حياتي. ليه؟ عامله بالنسبه لي زي الهوا كده،
احس بيكي واحتاج لك، والمفروض ان انا ما اقدرش اعيش من غيرك، بس مش عارف املكك. مالكيش ماسكه. هو انت لازم تمسك الحاجه عشان تملكها؟ بس انا دلوقتي فهمت. جاية تقولي لي اروح لمنى دلوقتي؟ انت فاكره نفسك ملكتيني عشان تديني هديه لغيرك ولا ايه؟ ومين قال اني ملكتك؟ ما انا دخلت عليكم من 3 ايام كنتوا عمالين دودو دودو دودو، الله اعلم كنتوا بتقولوا ايه. اهو انا بقى جايه مخصوص عشان اظبط لك اتجاه مشاعرك. طب وانت بتعملي كل ده ليه بالظبط؟ عشان مصلحتك، عشان منى تبقى مبسوطه، ما يبقاش اي حاجه في دماغها غيرك انت. وبعدين ايه المشكله؟ احلى حاجه في الدنيا ان الواحد يحس ان هو بيمتلك مشاعر الاخرين، بالذات لما تكون ست وحلوه كمان. هو فعلا احساس حلو. والوحده دي انت هتحددها لي ولا ايه؟ لا طبعا، بس انا وانت عايزين نقرب من بعض. حاسه كده ان الايام الجايه هحتاج لك، هننفع بعض يعني. انا نيه غبي. غبي عشان عايزك، عشان مش فاهم. اللي انا افهمه اني لما اكون عايز حاجه باخدها، ما افضلش الف وادور واستغرب لما تضيع مني. صح؟ انت لو عقلت كده وربنا هداك وسمعت كلامي، عمرنا ما هنبعد عن بعض ومفيش حاجه هتضيع منك. عمر امسك، اسمع صباح الخير يا ريس. صباح النور. انت جيتي مستعده اهو. مش قلت لك قبل كده انا بتعلم من اخطائي؟ انت متعوده تجري كل يوم الصبح على البحر، وساعات بقى وقت الفجر. بتعيشي مع مين قبل ما تيجي هنا؟ عايشة مع مامتي وأختي وجدتي. كنت بتشتغل إيه؟ بصراحة ما كنتش بشتغل، كان عندنا مطعم على البحر، بابا كان سايبه لنا بنقلب فيه عيش يعني. والدك متوفي؟ والدي من ساعة ما طفش وهاج وسابنا ما نعرفش عنه حاجة، ما اعرفش حتى اذا كان عايش ولا ميت. انت ليه مستغرب ان انا بكلمك بصراحه؟ اتمنى انها تكون الصراحه. تقصد ايه بالكلام ده؟ انت جيتي هنا هربانه من اهلك فعلا؟ جاوبيني بصراحة. أنا فتحت لك بيتي وثقت فيكي وشغلتك معايا، لو عاوزة تخسري كل ده اكذبي عليا. أيوة بس أنا من حقي برضو أعرف مين اللي نقل الكلام ده عني. سامح ابن عمك. سامح ده عايز يسوق سمعتي. تحب أقول لك ليه؟ أنا رحت قلت لمراته إن هو بيعرف واحدة تانية عليها. أنا مش عاوز أعرف كل الكلام ده، ده كلام فارغ. أنا عاوز أعرف الحقيقة، عاوز أعرف الحقيقة منك أنت. أنا ما يهمنيش هو قال إيه لمراته، عمل إيه في مراته، كل ده أنا ما يهمنيش. أنا عاوز أعرف أنت جيتي هنا هربانة فعلا، وأهلك أمك وأختك وخطيبك ولا
الشخص اللي انت بتعرفيه ده جم يدوروا عليكي فعلا؟ كذب والله العظيم الكلام ده كله كذب. خلاص قولي لي انت الحقيقه. اتفضلي. انتي مقلبة الشاي بصباعك؟ الشاي زي العسل. ايه ده الضيف نام على روحه. مالكيش دعوة بالضيف، ده راجل عنده أزمة عاطفية. يا حنين. اعملي ما انتي عارفينها يا كارولين، أصل الحنية ديت من صفات برج الرجب. أموت أنا في برج الرجب. طب أقول لك إيه؟ أنا عايز بطل ده. عينيا. وبيعملي حساب الضيف ها؟ ماشي. لا مؤاخذة جيمس على عينيك. لا لا يا عم راجل مفيش حاجة، أنا صحيت لوحدي. لما تكون ناوي تجافي قول لي. إيه ده؟ ده عبد الحليم طلع وراسها بقى. هي مريم بتحب عبد الحليم؟ طلعت بتفهم ده جوه. العندليب الصبح والست بالليل. وخبرين امتى؟ بالليل قوي. تتهزر معايا جيمس ولا ايه؟ لا ما اقصدش يا عم رجب، بس بيني وبينك انا مستغرب ان في واحده اسمها كاروين في منطقه زي دي. دي اسمها زينب اصلا. بس البت طالعه شقره وعينيها ملونه زي الخواجات. بصراحه مش جايبه معايا زينب. عشان كده يعني سميتها كاروين؟ طب ومريم هنعمل معاها ايه؟ انت اللي بتحبها ولا كرامتك هي اللي لاقحة عليك؟ تفرق معاك يعني؟ اه هتفرق. عمرك حبيت واحدة وفضلت تحبها غير ما هي ما تعرف؟ لا والأدهى من كده، اتجوزها انت لسه بتحبها وطلقت وانت برضه لسه بتحبها. يوم لما تجيلك الفرصة لحد عندك وتعرف انك بتحبها وانت تحس كمان انها بتحبك وتعشمت فجأة كل ده يروح كأنه حلم متسرق منك بالظبط زي المية لما تتسرسم من بين ايديك. وانا الشيطان دول ما يخلوش عليا، ما تعمليش فيها لعب السكس الاول. ها مش لايق عليك انت، قلبك بيوجعك بس كرامتك هي اللي مكسوره، هي اللي عايزه تتجبس. قوم اغسل وشك، خلينا ناكل لنا لقمه. امي اللي قالك ان انا هربانه منها ديت كانت عايزه تدفني بالحياه، كانت شايفاني كرسي من كراسي المطعم تنقلني في المكان اللي هي عايزاه، كنت عايزاني اقضي بقيه حياتي كلها اخدم في الزباين واستحمل قله ادبهم وسفلتهم وايدهم الطويله كمان. احنا اصلا كنا اربع ستات لوحدنا، معناش راجل يحمينا، يعني الراجل اللي مش هيطمع فينا هيبقى راجل اهبل. اما بقى الواد التاني اللي قالك ان هو خطيبي ده لا خطيبي ولا حاجه، ده حته واد صايع شغال في السياحه بيصطاد الزباين الاجانب وبيعيش على قفاهم. هي بقى كانت عايزه تجوزوني بالعافيه عشان تعوض الجوازيه الاولانيه اللي باظت. على فكره انا مش هنكر ان انا استغليت حبه ليا، ضميري كان بيوجعني، بس احتياجنا الراجل يحمينا كان وجع الضمير جنبه ولا حاجه. كنت عايز نعمل ايه؟ افضل مستنيه هناك وقت طموحي؟ أموت بالتصوير البطيء؟ أنت أكتر واحد هتفهمني، عارف ليه؟ عشان أنت عارف يعني إيه معنى الطموح يا ريس. أنت مصدقني؟ مصدقك.
قولي لي عملت لي الحاجات اللي طلبتها منك عشان مؤتمر بكره؟ ايوه يا ريس، كله تمام. انا مش عارف سميه هتقدر تيجي ولا لا، انا كنت متعود عليها، هي اللي كانت بتعمل كل حاجه، بس مش عارف موقفها ايه بالظبط. وجودها بيفرق معايا قوي. ما تقلقش يا ريس، انا هقنعها تسيب كل حاجه وتيجي. مش ده كان اتفقنا من الاول؟ فدايك شوفي. تسلم ايدك. أنا إذنك. اتفضل. أهلا. أهلا بعد إذنك. أوكي. أنا متأكدة مريم مش هلحق، مش هلحق. معقولة أروح الجامعة أخلص المحاضرتين وأجري على اسكندرية علشان أحضر مؤتمر؟ ده أول يوم ليا في محاضراتي، مش هلحق. أنا حبيت أقول لك بس، قلت يعني تبقى لفته لذيذه منك تصرحي بيها. ما انت عندك حق. ايوه بس يا مريم، انت عارفه المؤتمر ده انا ماليش لازمه فيه خالص، انا بس بكمل الشكل الرسمي لهاشم فقط لا غير. انت عارفه انا لو مكانك تظف المؤتمر، المهم طموحك. هي عموما الرجاله كده، كل الرجاله تفتكر نفسها ان هي بس اللي عندها طموح، والست دي حاجه كده على الهامش. مش عارفه ليه بيتعاملوا معانا على اننا خيال مات. عندك حق. بس تفتكري هاشم هيزعل مني اكتر ما هو زعلان؟ انا شايفه بقى ان هو لازم يتعود على كده. وبعدين احنا قلنا ايه؟ مشاكل الكليه ترميها عليا، انا هحلها لك. جايز جدا كمان اخليك لحد عندك ويصالحك. مش ممكن يا عماد، مش ممكن. العبارة ناقصة، ده تهريج. ايه اللي بيحصل ده يا فندم؟ دي كل الفايلات اللي حضرتك اديتها لي واللي موجودة عندي، جايز الباقي يكون على جهاز مدام سمية. سمية جت؟ انا حاولت معاها كتير بس هي عندها محاضرات، ما عرفتش تعتذر عنها. يعني لا منى ولا رامي ولا حتى سمية، عشان تصدقيني لما اقول لك ان كل واحد فيهم ما بيدورش غير على مصلحته بس. الله، هعمل ايه انا دلوقتي؟ هتصرف انا ازاي؟ هو ايه بس اللي حصل؟ في فايلات ناقصه موجوده على جهاز بتاع سمية، طبعا البهوات اللي معايا ما حدش منهم فكر انه ينقلها. اطمن يا ريس، الفلاشايه اهي عليها كل الحاجات اللي عند مدام سمية، على ما تخش جوه انا هطبعها لك على ورق. انا مش عارف اشكرك ازاي. انا متشكر. ثانيه واحده، ايه في ايه؟ اعدلك الكرافات. بس بسرعه. اوكي. البرفيوم ده انا احنا اتاخرنا قوي. اتفضل. عندك حق. ستاند باي. 3 2 1 هوا. ورجعنا بعد الفاصل مع ضيفتنا النهارده منى الرئيس، وهنرجع نكمل كلامنا معاها ونتكلم عن دور الشباب في البرنامج الانتخابي لهاشم الرئيس. معانا اتصال. محمد من الجيزة. الو، ازيك يا محمد؟ الو. ايوه مساء الخير. مساء النور. ازيك يا يوسف؟ تمام والله. ممكن اسال الاستاذه منى سؤال واحد؟ اتفضل. طبعا. ايه اللي يخليني ادي صوتي لهاشم الرئيسي بالذات؟ انا بحاول الاقي رد سريع ومنطقي، خاصة ان انا شهادتي مجروحة لان والدي لما استضافوا ابن الدكتور بدير امبارح رد وقال ان والده زيه زي اي حد بيركب الاوتوبيس والمترو، والحقيقة ان انا مش هقدر ارد نفس الاجابة لان هاشم الرئيس ما بيركبش اصلا جنب السواق، هو بيركب في الكرسي اللي ورا، وانا الحقيقة عمري ما ركبت لا اوتوبيس ولا مترو. ولو هي دي مقاومات رئيس الجمهورية، انا شخصيا مش هدي لهاشم الرئيس صوتي. لكن انا اقدر احكي عن موقف حصل لي. وانا في تانية جامعة كان عندي مادة صعبة جدا، وكان بيدرسها دكتور صاحب بابايا جدا، ما كنتش بحضر وحليت وحش جدا في الامتحان، واخر السنة لقيت نفسي بجيب امتياز،
خدت الموضوع بتهريج وضحك ورحت حكيت له، وهو الصراحة كان رد فعله صعب جدا. راح الجامعة وطلب إعادة تصحيح للمادة وأنا شلت المادة. أنا بحكي الموقف ده عشان أقول إن اللي هينتخب هاشم الرئيس لازم يتأكد إن في عهده مش هيبقى فيه لا واسطة ولا محسوبية. الحمد لله على السلامة يا فندم. الولاد فين؟ لسه ما رجعوش يا فندم. الست هانم فوق في مكتبها. مكتبها؟ مدام طلبت مننا نفضي الأوضة اللي فوق وحطت فيها مكتب. طب روح انت. حاضر. الحمد لله على السلامة يا هاشم. مش عاوز حد يزعجني. أستاذة مريم؟ أيوة. في واحد عاوز يشوفك. واحد مين؟ مش عايز كلام كتير، هتيجي معانا بالزق ولا ناخدك بالعافية؟ عافية توزع يلا مش عايز كلام كتير. يلا يلا يلا. يا فندم بقولك الموضوع خطير وممكن يأثر على سيادته. نفذ الأوامر يا سيادة الوزير. أنا متحملة المسؤولية. طالما إنها مش هتأدي للموت إن شاء الله. لو مش عايز تعمل كده قول لي، أنا ممكن أجيب أي حد تاني. رياض رياض احنا كلنا في مركب واحدة، اي غلطة بتحصل بتأثر عليا انا والحزب والحكومة والبلد كلها. لو ما خدناش قرار حاسم المركب هتغرق بينا كلنا من غير ما نحس. النظام اللي فك النظام عقيم، لازم نتعلم من اخطائه. ولا انت رأيك ايه؟ يلا يا سيادة الوزيرة انا متحملة المسؤولية. بعد إذنك أنا هروح أجهز الحكم.
حبت ظروف اتجمعت على شكل واحدة قلبها مجروح حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم اي باب مفتوح كل اللي جاي جاي بوجع ياخد مكانه فرحها ويروح ومن النهاردة ملقتش بينهم أي باب مفتوح كل جاي جاي وياخد مكانه فرحها Oh,